دكتور الجميع يعني كل العيون شاخصة إلى مستشفى الشفاء، مستشفى مركزي، والجيش الإسرائيلي دخل واقتحم هذا المشفى رغم عدم وجود أي مقاومة ولا إطلاق نار من مستشفى الشفاء، إلا أن الجيش ما زال داخل الأقسام. كيف تبدو الأوضاع في مستشفى الشفاء، وهل هناك اتصال مع طواقمكم في المستشفى؟ نعم، الوضع خطير جدا ويزداد خطورة كل حين. ما زال الاحتلال موجود في قبو مستشفى الجراحات التخصصية منذ اقتحامه حتى اللحظات. نعم، الوضع كارثي وخطير جدا، وفي إمكانية للتعرض بعض الطواقم الطبية للخطر من قبل الاحتلال. المجمع يحتوي على كثير من المرضى، حوالي 700 مريض موجودون في مجمع الشفاء الطبي. لا يستطيع الكوادر الطبية الوصول إلى كافة المرضى لتقديم الخدمة الطبية لهم. الكثير من المرضى معرض حياتهم للخطر، ومعرض نفقد المرضى في أي لحظة، وخاصة مرضى الحضانات، الخدج، أطفال الخدج، ومرضى العنايات المركزة. الوضع في مجمع الشفاء كارثي، ويجب أن التدخل السريع لإنقاذ حياة المرضى وحياة الطواقم الطبية داخل هذا المجمع. دكتور، ماذا يفعل الجيش بصفتكم وزارة الصحة؟ ما الإجراءات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء؟ هل هناك استجواب للطواقم الطبية؟ هل هناك اقتحام لداخل الأقسام كما يتم في هذه اللحظات؟ حسب ما يقول بعض الشهود العيان، قالوا بأن هناك عملية تفتيش للمرضى وللطواقم الطبية. هل أبلغتم عن هذا الأمر؟ لا نستطيع أن نجزم، الاتصالات ضعيفة جدا، والتواصل مع الموجودون داخل مجمع الشفاء قليلة جدا بحكم لا يوجد كهرباء ولا يوجد وسائل اتصال معهم. ولكن الاحتلال لا توجد عنده حرمات أو خطوط حمراء، يفعل ما يشاء بغطاء دولي وغطاء من المنظمات العالمية جميعا. ووجدناه يقصف البيوت على اقتحم مستشفيات التي هي محرم دوليا اقتحامها أو تعرض المرضى الذين مبيتين في هذه المستشفيات للخطر. أخيرا، إذا بقي الوضع كما هو عليه في غزة، المشفى الذي يستقبل الإصابات هو مشفى المعمداني، وهو مشفى صغير جدا، لكن إذا بقيت الأوضاع كما هي الآن في غزة، كيف تقيمون الوضع في غزة والمنظومة الطبية؟ المنظومة الطبية والوضع الصحي كارثي في قطاع غزة، ولا يستطيع استيعاب الكم الهائل من المصابين والأعداد الكبيرة الموجودة في المستشفيات. مستشفى الشفاء يوجد فيه 700 مريض. منذ لحظات قليلة استقبلنا العديد من الإصابات، المواطنين النازحين من منطقة الشمال، بعضهم هرب من مستشفى الشفاء قبل يومين ويحتاج إلى تدخلات جراحية. طفلة عمرها 3 سنوات أجريت لها عمليات جراحية في مستشفى الشفاء وتحتاج إلى تدخلات جراحية نتيجة مضاعفات من العمليات الجراحية، وتحتاج عمليات جراحية أخرى. الطفلة وصلت في حالة إنهاك شديد جدا جدا وتحتاج إلى تدخلات جراحية، تم التنسيق لها وحولت إلى مستشفى غزة الأوروبي قسم جراحة الأطفال لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لها، وتحتاج إلى تحويل الخارج. هذا من ناحية. الناحية الأخيرة وهو التحدي الأكبر لدينا، أننا نحتاج إلى تحويل عدد كبير من المصابين إلى الخارج لاستكمال علاجهم وتقديم خدمات طبية متقدمة لهم. الكثير من المرضى يحتاجون إلى تحويل. آلية التحويل الحالية سيئة وبطيئة. الكشوفات التي تصلنا، نرفع كشوفات للجانب المصري ولكن ترجع لنا الكشوفات أو تصلنا كشوفات بأسماء مرضى مكررين أو أسماء مرضى شهداء استشهد وهم ينتظرون التحويل، ونحول أعداد قليلة جدا من 9 إلى 15 حالة، وهذا لا يكفي ولا يسد احتياج المؤسسة الصحية. نحتاج إلى تحويل عدد كبير من المرضى للخارج لاستكمال علاجهم وتقديم لهم خدمات جراحية متقدمة لشفائهم شفاء كامل. أخيرا، ماذا عن الوقود تحديدا في المشافي، وأنت مدير مستشفى ناصر، كيف تبدو أزمة الوقود في المشافي، وهل هناك يعني مؤشرات لإدخال الوقود للمشافي؟ نعم، هناك نقص حاد في الوقود في المستشفيات في المنطقة الجنوبية. نعم، الآن اقتصر الوقود داخل
المستشفيات الجنوبية، ولكن نحتاج إلى كميات لتشغيل هذه المستشفيات، لا يوجد لدينا وقود. بالأمس أبلغنا من مستشفى الأمل الهلال أنها ستوقف الخدمة واستقبال المصابين وإيقاف العمليات الجراحية النسائية وهي القيصريات نظرا لعدم وجود وقود لديهم. الوقود الآن ضروري وملح. مستشفى الخير أيضا يقدم خدمات جراحية للنساء والولادة، نفس الشيء أبلغنا أنه سيوقف الخدمة، وهذا كل ضغط كبير على المؤسسات الصحية. ونحن في مجمع ناصر الطبي نعاني وبشدة من نقص للوقود، وفي الأيام القليلة القادمة أو الساعات القادمة ستوقف الخدمة في مجمع ناصر الطبي بسبب نقص الوقود. فيجب الإسراع في إدخال الوقود للمستشفيات الصحية لكي تستمر تقديم الخدمة في هذه المستشفيات. شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.